كشفت وسائل إعلام إيرانية ليلة الخميس الجمعة عن سبب الانفجار الضخم الذي هز شرقي العاصمة، وذلك بعد أن رصد شهود عيان ضوءاً برتقالياً ساطعاً في سماء طهران. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الضوء الساطع سببه انفجار خزان غاز صناعي بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانية. ونقلت عن مصدر مطلع أن الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعاً للجيش، وأضافت أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية ليس هناك أي تحركات لعربات الإطفاء أو الإنقاذ. في المقابل لا تزال الشكوك تحوم حول الحادث الغريب لحساسية هذا الموقع، إذ أفادت تقارير سابقة بأن عمليات بحث وتطوير وإنتاج الذخائر والصواريخ والمتفجرات تجري في بارشين. وفي الآونة الأخيرة أوردت الصحافة الأمريكية أيضاً أن محيط موقع بارشين شهد أنشطة مشبوهة، لكن المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية أوضح أنها كانت أشغالاً لإصلاح طريق غمرته المياه.